الآن تتواجدوا في منطقة الرحمة في مدينة الدار البيضاء، منطقة الرحمة إحدى ضواحي العاصمة الاقتصادية. نتواجد في هذه المنطقة من أجل معالجة مشكل النقل الحضري بالنسبة لسكان هذه المنطقة. اخترنا الرحمة لسببين اثنين. السبب الأول هو أن الرحمة فاش تقدمت كأنها منطقة نموذجية ستحترم فيها كرامة الإنسان. والسبب الثاني هو أن الأغلبية سكان هذه المنطقة تعاني ولا شاشة، بمعنى أن الأغلبية فيهم ما يقدرش يدير السيارة باش يتنقل من منطقة الرحمة الى وسط المدينه او منطقه المعارف او الى الاماكن التي يشتغلوا بها. باش نلخصوا المشاكل تاع المواطنين تاع المنطقه مع النقل الحضري، اجي نسمعوا اش قالوا المواطنين. ما عندناش الطوبيسات لا في الصباح ولا في العشيه، ديما عندنا المشاكل في الطوبيس، ديما 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 المشاكل. ملي كيقول لك هاد الشهر غايجيو طوبيسات ما كاينش والو، هاد الشهر ما كاينش. دابا في العشيه ما تصيبش، كان الناس كتجي عافا تريبورتورات داكسيات كيجيو ب 10 درهم 20 درهم من المدينه تال نوش عايشين هاد المسكين، والو طوبيسات ما كتشوف. شوف شحال ديال الجمهور كاين. مع شات فاق انت في الصباح باش توصل؟ انا فاق دابا مع 7 ونص، جيت هنا ست جوج طوبيسات اللي زادوا ما كاينش، بنادم قدامي بزاف. وفي الخدام نتايا؟ انا خدام في باب مراكش المدينه. المدينه نوبه في عين السبع نوبه. انا عطل مع شو كان فين ما جاتني خدمه كنمشي، ولكن الطوبيس ما كاينش اسيدي. خويا من ناحيه المعاناه بزاف ما تتقاداش اخويا. دابا كنا في المدينه كنا مثلا نركبوا لا في ترونسبور لا والو، ما كانش عندنا، جينا هنا ولا عندنا مشكل. دابا باش نوصلوا للحي اللي كنا فيه شحال هادي خاصنا ثلاثه السوايع، ثلاثه السوايع ونص. غادي نمشيو للمدينه ما غاديش نمشيو شي بلاصه بعيده. المهم من ناحيه اخويا ترونسبور ديما ما تيتبدلش، نفس الناس ما كاين لا نظام لا والو، الناس باقه خاصها تعاود من جديد عاوتاني. ماشي تندوي على واحد ولا جوج، بزاف ديال الناس عندهم نفس الفكره. انت دابا بقى معايا تشوف، غادي يجي الطوبيس اتبان لك واحد الجاهليه ما كايناش. تخيل راسك في شي بلاد ماشي في المغرب، شي حاجه تحت من المغرب ديال معاناه ديال المركوب. والطاكسيات غاليين 20 درهم من المدينه الرحمه، والطوبيسات ما كاينش، الطوبيسات قلع. وكنعانيو، كل مسكين كيفيق مع الفجر، ما كيوصل للخدمة حتى للثمانية، عاد كيوصل، والله يصوب. وفي العشية؟ العشية العذاب، كنركب مع الربعة ما كنوصل حتى للسبعة العشية عاد كنوصل. يلا، واش غنديرو؟ حنا خدامين. العذاب اخويا والله الا معذبين وحق الله. ديما المعاناة في هاد الخمسين، ديما ما كنلقاوش ترونسبور فاش نركبوا الطريق، عرفتي كنلقاوهم بلوكية الخدمة، ديما كنوصلوا روطار، عرفتي ديما حنا نلقاو المشاكل في الخدمة. خاصهم يديروا لنا الحل، ضروري. علاش تفيق انت الصباح باش تشدي ترونسبور؟ مع السبعة كاين اللي كيفيق مع السته ما كيلقاش ترونسبور. ديما هنايا عرفتي ما نقولش لك الناس عرفتي كتقاتل باش تركب. مشكل كبير اخويا. حنا دابا الان تتواجدوا في شارع فاطمة عوام، هذا الشارع هو الواحد هو الشارع الوحيد ولا الشريان الوحيد بالنسبة لسكان منطقة الرحمة إلى مدينة الدار البيضاء. هذا الشارع دائما يكون مكتظ بالطوموبيلات لدرجة أن يزيد بالاحتقان تاع الساكنة تاع المنطقة. ف يعني من الرحمة إلى مثلا الحي الحسني قد يستغرق الوقت واحد نص ساعة ولا ساعة ولا ساعة إلا ربع. وهذا الامر كان يتطلب يعني يفتح منافذ جديده، خاصه ان سكان الرحمه الان تيوصل العدد ديالهم تقريبا واحد 200 الف نسمه. في منطقة الرحمة بضاحية الدار البيضاء يعتمد مجموعة من سكان هذه المنطقة على التريبورتور، لأنها الوسيلة التي تعينهم على الوصول إلى لقضاء حوائجهم، ولكن أصحاب سائقي تاع التريبورتور عندهم مجموعة من المشاكل، أجي نعرفوا هذه المشاكل. خويا هذا الموطور الدولية جوج مرات يا خويا، الله الدولية ما كاينش حتى سيمانة. الدولية مشيت نحي الدرسة جيت لقيته هازين. ولكن انتم تتسوقوا بواحد الطريقة خايبة والناس يتشكوا منها. ماشي بحال اخويا، كاين اللي بعقله وكاين دابا تقريبا اصحاب المواطر، هذاك مول الموطور، هذا مول الموطور، هذا مول الموطور، تقريبا هذوك اللي كانوا تيطيروا حيدوهم الدراري. دابا خصكم ديروا الرخصة باش تتسوقوا، علاش انتم ما باغيش ديروا الرخصة؟ الرخصة؟ رخصة يديروها لينا في الأول من خرجنا. نهار الأول من شريناه من الشركة ديال تريبورتور خرجنا هاد لامارك، ما كان حتى شي إجراءات قانونية كتثبت بأنه تريبورتور خاصو رخصة سياقة،
ما تحتوش لنا على هذا الموضوع. هذا الموضوع هذا خدينا موطور كارت غريز عاديه لان غادي نخدموا به عادي. انسان الظروف ديالو عالم بها الا الله شاري هذا الموطور هذا كيترزق به الله. كاين اللي عنده اسره ديالو هو اللي راجل فيها. مثل انا هو الراجل في العائله ديالي، انا هو رب الاسره، الاب متوفي، ما عنديش اخوان رجاله. معنى هذا الموطور هذا اللي ملي كيديو لي ما كنضطر نبقى ندور غير جناب الدار، ما كنضطرش كنمشي ندور نقلب على خدمه. واحد في عمره 35 عام اشكون اللي غادي يعاود يعلمو الصنعه من الاول، ولا غيبدا الحرفه ديالو من الاول وعنده عائله كتطلب كتطلب ماده ديالها اكثر من 100 درهم في النهار، معناها كي غدير